السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في روزلاند. النهاردة إن شاء الله يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده الجو حر النار، بجد مش هزار. كلنا يعني في إقبال كتير جدا على المية، علشان كده عملت لحضراتكم الفيديو ده. غير إن في أكتر من حد كتب لي قال لي عايزين فيديو للكولمانات، وعايزين كولمانات علشان الصيف. طبعا أنا كنت عامل فيديو قبل كده للكولمانات، الكولمان اللي هو سخن وبارد اللي هو العينين، وكل من هيبان في شاشات النهاية في آخر الفيديو. هتلاقوا فيه أربع شاشات كده ظهروا، هو إن شاء الله هسيبه لكم واحد فيهم. أو لو حضرتك دلوقتي بصيت على علامة الأي اللي ظهرت فوق دي، هتخش على الفيديو ده هتلاقيها إن شاء الله الفيديو بتاع الكولمانات. طيب معانا إيه النهاردة؟ معايا كولمانات مقاسات مختلفة من شركة تانك، طبعا متعددة الألوانات تمام، بس أنا جبت اللي قدامي. معايا أول حاجة كولمان 6 لتر، اتفرج حضراتكم عليه. بس اتمنى في البداية كده تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك الاشعار بيه. طبعا يا جماعة الكولمان اللي هو 6 لتر زي ما حضراتكم شايفين كده بيطلع من شركة تانك اللي هي اولمبيك سابقا، بيطلع زي ما هو كده في الكيس، ما بيطلعش الكرتونة للعلم. يعني الكرتونة بتبقى جاي فيها حوالي 6 بيطلع لوحده كده. طيب كل من ده موجود ده 6 لتر، حجمه كويس جدا، معاه شهاده ضمان زي ما حضراتكم شايفين، مفيش معاه ميكرو فلتر. هو كده كده عشان حجمه صغير 6 لتر كويس جدا، لو حد رايح مشوار معاه في عربيتك، رايح تصطاد، رايح رحله بسيطه، حاجه تكفيك اليوم انت واسرتك الصغيره. ده 6 لتر. طيب معايا مقاس ايه تاني؟ لو حضرتك عايز ال 6 لتر ممكن تاخد سكرين وتقول لي انا عايز كل من ال 6 لتر، ممكن تاخد سكرين شوت دلوقتي. طيب معايا تاني حاجه بقى بالبريك كده، كل من 12 لتر برضه من شركه تانك او اولمبيك صابون. في ناس كتير بتيجي تسال عايزين كولمان اولمبيك، يا جماعه هو بقى اسمه تانك، غيروا اسمه مفيش. هو الزبون واخد على كلمه اولمبيك. طبعا ده 12 لتر من تانك، شكله جميل جدا، مش عارف اقول لكم ايه، بس هو بصراحه احنا مستخدمينه جميل جدا جدا جدا. يعني فترة المية الساعة بتحط فيه بتقعد فترة طويلة. طب تعالوا نفتحه كده، ده 12 لتر يا جماعة، وكمان فيه ميكرو فلتر، وكمان معاه شهادة ضمان. تعالوا كده نشوفه ونركب شهادة الضمان. طيب في الأول كده أوري لحضراتكم المنتجات بتاعة تانك. دي المنتجات، الإزازة الصغيرة والازازه الكبيره اللي هي دي، وال في برده الكولمان اللي هو الصغير ده، وبعدين الكولمان اللي هو 6 لتر اللي انا لسه هعرض حضراتكم، وبعديه ال 12 اللي هو ده، وبعديه ال 16 هوري لحضراتكم دلوقتي، وهكذا تمام لحد 45 لتر. في برده الايس بوكس مقاسات مختلفه، وكمان في الفلاتر، حاجه ممتازه. مفيش حلقه الضمان. طيب الميكرو فلتر ده يا جماعه بيركب ازاي؟ بيركب بكل سهوله. اوري لحضراتكم الاول ده شكله، ميكرو فلتر صغير بس هو متعصب عليه، شايفين ده شكله بيركب هنا، شايفين هنا التجويفه دي، دي زي صاموله بتركب في الصاموله بتاعت الحنفيه كده بكل سهوله كده ركب. طيب معايا ايه تاني؟ معايا 16 لتر. لو حضراتكم عايزين كل مانات انواع تانية، اتمنى انكم تكتبوا لي في التعليقات عايزين نعمل فيديو عن كل من نوع ايه، وان شاء الله هعمل لحضراتكم في اقرب وقت. الالوان الجديده دي من الموديل اللذيذ الجميل ده،
الله شايفين الجمال. درجة لون يا جماعة بصراحة تجذب كده، مش تجذب اللي هي كذابة يعني، لا تجذب ان هي تشد. ده 16 لتر تانك، نفتحه برضه كيف كل الميكرو فلتر وبرضه شهادة الضمان المنتجات والميكرو فلتر. حجمه برضه كويس على حسب استخدامك، شوف انت استخدامك ايه وشوف ايه اللي يناسبك وخده. يبقى كده معايا 12 لتر 16 لتر وكمان 6 لتر اهو. ونيجي هنا بقى لايه؟ لل 20. نشوف ال 20. طبعا ال 20 يا جماعه شكل مختلف جدا عنهم، هنشوفه دلوقتي على الطبيعه. شايفين؟ نشيل الشنطه بتاعتي. شايفين؟ حجم اكبر. طبعا هقول لحضراتكم برضه على حاجه، كل من ال 20 غير ال 16 في ايه؟ في الحجم اولا، الحاجه الثانيه الموديل، في الموديل الشكل كلمه التانك اللي جاي عليه بالعرض. طبعا ال 16 وال 12 وال 6 مش عليهم هذه الكلمه، تمام؟ جاي عليه بالعرض. شايفين الشكل الانسيابي ده؟ الشكل الجميل قوي ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. كمان شايفين الشكل الانسيابي ده؟ شكله تحفه 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 بصراحه يعني. طيب كمان في كل من ال 16 او ال 12 او ال 6 لما بنيجي نفتح الغطا بنفتحه كده زي الصاموله، ممكن نربط ونفك كده. هنا الوضع مختلف، هنا تجيب لك هنا اوبن افتح. تفتح ازاي؟ بتشد كده، بتشد كده يفتح معاك ضغط كبس، تمام؟ مفيش هنا الصاموله، السن بتاع الصاموله شايفين معايا. طيب نيجي هنا بقى يا جماعه، برضو معاه شهاده ضمان وكمان معاه الميكرو فلتر. يبقى الميكرو فلتر بيتحط من اول 12 16 20 وهكذا. حجمه كويس، الوزن بتاعه كويس جدا، الشكل زي ما قلت لحضراتكم انسيابي جدا. طبعا في الاحمر، في الازرق، في الموف، في الوانات كتيره جدا جدا يعني. طريقه الفتح والغلق طريقه سهله بالنسبه للحجم الكبير ده. درجه البروده بتاعه الميه بتفضل فتره طويله. بس كده يا جماعه، اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده ده يكون عجب حضراتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. طبعا عندنا توصيل لجميع المحافظات. لو حضرتك عايز اي مقاس من المقاسات دي ممكن حضرتك تكلمنا واتساب على الرقم ده. الرقم هو 031-4099-713. هيتم التواصل مع حضرتك في اقرب وقت ممكن، وهيجي لحضرتك في خلال يومين ان شاء الله او ثلاثه على حسب عنوان حضرتك. بس كده ده يكون نهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.